السلام عليكم أصدقائي الصغار، كيف حالكم؟ نتعرف على أحوال الطقس. هيا بنا، أريد منكم أن تذهبوا إلى النافذة وأن تنظروا إلى الخارج. السماء صافية والشمس مشرقة، إذن الطقس مشمس. مشمس. السماء ملبدة بالغيوم، هناك الكثير من الغيوم، إذن الطقس غائم. الأمطار تهطل، الرفاقة على الأرض، الطقس ماطر. رساقة الثلوج البيضاء الرائعة وتغطي الأرض، الطقس مثلج. نستمع ونرى الرعد والبرق، الطقس عاصف. والآن أصدقائي، جاء دوركم لأن تذكروا لي كيف هو الطقس اليوم. إلى اللقاء أحبائي.